السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبنا في درس جديد من دروس إينو آرت. أنا هاني إينو وهنكمل مع بعض مجموعة الفوتوشوب 2021 بالعربي من البداية حتى الاحتراف. كنا اتكلمنا قبل كده عن جزء كده في الألوان، كان بنتكلم عن إيه الفرق بين الـ RGB والـ CMYK، وقلنا لكم إن مثلا الألوان ديت تبقى ألوان جاية من بانتون، أو إن ألوان الـ CMYK تبقى حاجة تبع الطباعة. طيب مش هنعيد الكلام ده تاني، خلاص لو أنت عاوز تبدأ راجعوا مع نفسك فهتبدأ ترجع للدروس اللي فاتت. ونصيحة، المجموعة دي كلها مترتبة على حسب الاكسبيرينس اللي احنا كل يوم بناخدها يوم عن يوم او درس عن درس، بنبدأ ان احنا نعلى في امكانياتنا ونفهم اكتر في البرنامج. فابدأ ارجع للكورس من البداية وابدأ امشي حسب الترتيب الموجود في البلاي ليست. وفي برضه فيديو هتلاقيه بيشرح ازاي تستفيد اكتر من القناة، هيفهمك يعني ايه تمشي في البلاي ليست صح وتمشي ازاي في القناة. لكن لو انت متابع معانا الكورس من البدايه بقى ومكمل معانا وشفت الحلقات اللي فاتت كلها، فيلا هناخد درس النهارده عن الكالر بيزكس. هنفهم يعني ايه بقى الوان، ازاي اختار لون، ازاي اكتبه، ازاي اعمل فيل، يعني ايه بانتون، يعني ايه الكلام ده. تعالى استنى يلا نبدا مع بعضنا كده. في البدايه خلينا نروح الفوتوشوب ونتكلم بس عن نقطه بسيطه، ان طبعا انت اكيد عارف ان الورق بيبقى فيه ورق لميع وورق مط، صح كده؟ ففي حتى البانتون بتاعتنا، البانتون دي اللي هي قلنا الكارتيلا بتاعت الالوان او الكتالوج الصغير اللي مكتوب فيه الالوان بدرجاته. يعني لما تيجي تقرب على صوره مثلا زي دي كده، فبتلاقيه كاتب لك والله ده السوليد كلر، ده بيبقى الراجل بتاع المطبعه عنده علبه مكتوب عليها الرقم ده، تروح تقول له انا عايز الرقم اللي هو 1895 يو، فيروح هو مطلع الرقم ده كده 1895 يو، يروح جايب العلبه دي حاططها في المكنه يطبع لك بالملي الرقم ده، تمام؟ بتلاقي نفس اللون اللي في الورقه دي عندك بيطبع. طب على حسب خامه الورقه؟ على حسب خامه الورقه، يعني هتلاقي في بانتونه مكتوب عليها كوتد، يعني ده ورق لميع، بتلاقي الورق لميع شويه، عارف الغلاف بتاع مثلا الكشكول مثلا او اي بلوك نوت، بتلاقي الورق ده اسمه كوشيه، بيبقى ورق لامع شويه. الورق اللامع ده يعني معلش دخلتكم في حاجه تكنيكال في الطباعه، بس احنا عشان نبقى فاهمين ايه اللي احنا داخلين نعمله ده. الورق اللامع ما بيشربش الحبر قوي، وبالتالي الحبر كله بيبقى لسه فوق الورقه وبينشف على كده، فبيبقى مزهزه شويه. الورق الكوتد او سوري، ده الكوتد اللي هو اللامع. في بانتون تانية للالوان البهتانه بقى شويه، او الورق اللي هو مش لامع بيبقى ورق مط. الورق المط طبعا عشان هو مش واخد طبقه الورنيش زي التاني او مش لامع، فبيشرب الحبر، فبتلاقي الحبر بدا يبهت كده او يعني الورقه تتشرب الحبر ده. فهم فاصلين لك حتى في البانتونز الكارتيلا بتاعت او البانتون بتاعت، طبعا دي شركه بانتون هي اللي عامله البانتون مثلا دي، وهي على فكره غاليه، يعني انت ممكن تلاقي البانتون مثلا اللي هي الثلاثه داخله في 5000 جنيه او، فاحنا يعني انت كشخص ما بتجيبهاش، فاهم؟ انما لو كشركه بتطبع ومحتاج لون درجه لون معينه، فممكن واحد يجيب مثلا علبه ويمسك البنتونه دي يقعد يدور لغايه ما يعرف نفس اللون بالظبط، هيكتب درجه اللون دي عن طريق ان هو بيجي هنا يقول له والله لو انت عايزها كار جي بي تشتغل بيها على الشاشه، فهتبقى الرقم بتاعها هو الار جي بي، لو انت عاوزها حاجه للويب فهتبقى الرقم بتاعها ده كده، لو انت عاوزها السي ام واي كي فهتكتب الرقم ده، وكل لون بيختلف الدرجات بتاعته. فالراجل معرفك الالوان كلها، والسوليد كلر احنا عرفنا اللي هو بيبقى لون بدرجه معينه، هو بيطلع العلبه بتاعته هي متدربه، عارف لما تروح تجيب مثلا لون للشقه فبيقول لك انت عاوزها الوان عاديه ولا الوان كمبيوتر، فتقول له ايه الوان كمبيوتر دي؟ الوان كمبيوتر ده يعني بيطلع لك البانتون دي وتختار الدرجه دي، هو بيروح يجيب الباستيلا البيضاء ويحط عليها الوان لغايه ما يديها لك بالظبط، وانت تروح تدهن بيها. نفس الكلام ده متطبق عندنا في الطباعه، ان في بس احنا الالوان بتاعتنا ما تبقاش عامله زي الحبر كده، لا بتحس شويه انها عامله زي العجينه كده شويه، يعني فاهم؟ فسيبك من الطباعه، هبقى اعمل لكم دروس كده للاوفست والطباعه والمكن، ويعني بحيث تبقى انت، احنا قلنا هتبقى بروفيشنال بجد. ف الخلاصه بس انا باخدك في نبذه كده بسيطه عن الالوان عشان تبقى انت فاهم، انك لما تفهم الالوان وتفهم ازاي بتجيبها وتفهم انها عباره عن بانتون وعباره عن تفرق ان انت هتطبع على خامه عامله ازاي، فاللون بيختلف والبانتون بتختلف.
طب انا لو عاوز ابدا بقى من البدايه خالص كده، اعرف ازاي اعمل لون معين؟ اول حاجه، شفت انت الجزء اللي على الشمال ده؟ الجزء اللي على الشمال ده فيه 3 زراير او 4 زراير هنفهمهم دلوقتي. اول زرار هو لو دوست عليه هو كانك بالظبط دوست حرف الدي اللي هو ابيض واسود ده. يعني ايه؟ يعني انا لو مختار اللون البنفسجي ده ومختار مثلا اللون الاصفر، لو عاوز اخلي دول ابيض واسود اللي هو الستاندر، لو دوست على الزرار ده بيحولهم ابيض واسود. نفس الكلام انا لو اخترت اي لون هنا ودوست حرف الدي بيعملهم لي ابيض واسود. طيب لو انا دوست البيك اب ده، انا جبته منين البيك اب او الكلر بيك اب ده؟ بص ادي 1 2 3 4 5 6، فاكر الفريم اللي بعدها اي لو دوست عليها بيقول لك حاجه اسمها اي دروبر تول. اي دروبر تول هو بيبدا ياخد عارف انت لما تكون جايب قطره كده وطلع البتاع ده ويبدا ينقط نقط كده، فهو ده بيبدا يروح شافط اللون ده وتروح انت على المكان التاني تبدا تحط اللون ده على الشغل بتاعك. فالاي دروبر ديت لو جبتها كده وحداش على اللون الازرق ده كده، فهتلاقي الفور جراوند بقت هي اللي فوق اللي اسمها الفور جراوند، يعني ده اللون اللي فوق بقى لون اللي مثلا الفاتح ده، اللبني الفاتح ده. طب لو انا عاوز الاصفر ده يبقى كباك جراوند، هتدوس الت وانت بتدوس بالاي دروبر، فمعناها ان انت تقول له دي انا عايزها بس دي بالالت يبقى للباك جراوند. طيب اللون ده درجته كام؟ دوس دبل كليك عليه، فايه اللي يحصل؟ يبدا يفتح لك حاجه اسمها كلر بيك اب، تمام كده؟ بس احنا بنتكلم على الفور جراوند، يعني انا اي تغيير هعمله هيبقى على الفور جراوند. وبيقول لك والله اللون ده او اللون ده او اي لون بقى خلاص، ده مجرد ما تستقر على الدرجه، يعني لو خدنا اللون مثلا البينك ده، هيقول لك اهو بص سيبك من المجموعه دي، هنبقى يعني فترة قدام ونشرحها أكتر، ولكن أنت اللي أنت عارفه دايما أنت بتشتغل بالآر جي بي، هو بيقول لك الآر جي بي 232، أنا فاكر قلنا لك من 0 ل 255، ارجع للدرس ده مهم وهنحتاجه بتاع الآر جي بي والسي إم والكي والكالر سبيسنج وكل ده هنحتاجه خلاص أهوت. فإحنا هنشتغل بالآر جي بي ولا هنشتغل بالسي إم واي كي ولا هنشتغل بال اونلي ويب كالر؟ اونلي ويب كالر ده يعني الألوان اللي تطلع على الويب بشكل بسيط، يعني سهل، سيبك منها شيلها خلينا في التدريج ده كده. وده حاجه اسمها الهكس كولر او الهكس فاليو، ده ممكن تاخد اللون ده كده وتبدا تعمل له كوبي، تبدا تحطه بقى في حاجه زي اللوميون، تبدا تحطه في اي في الويب بتاع الويب، ممكن يبقى انت اديته الدرجه دي هو خلاص عارف ان ده اللون بتاعه بالظبط. طب كنت كلمتني من شويه على البانتون. بانتون ايه يعني؟ دوشتنا ليه بالبانتون دي؟ يعني استفاد منها من ايه؟ اي بص كولر لايبرري، المكتبه بتاعت الالوان. المكتبه بتاعت الالوان دي لو انا جيت قلت لك ايه بص احمر واخضر واصفر وازرق، حاجه حلوه قوي صح؟ اه بس انت كده مش فاهم حاجه. لا الصح ان افهمك انها بانتونز، اهي افتح كده البوك الكتاب بتاعك او الكتالوج بتاعك، انت بتجيب الحاجات دي منين؟ فبيقول لك والله انا بشتغل من البانتون السوليد كوتد او البانتون سوليد انكوتد. قول لي ايه انكوتد وكوتد؟ وما كنت قاعد بتكلم في ايه في اول الدرس يا كابتن؟ ما احنا قلنا بقى الكودد اللي هي اللميع والانكودد اللي هو ايه اللي مش لميع. فتبدا تقول لي اهو ده سوليد كودد سوليد انكودد، ده بانتون سي ام واي كي، ده بانتون كولر بريدج، بانتون ميتاليك. ميتاليك اه طبعا، ما انت ممكن يجي واحد يقول لك لو سمحت انا عاوز اعمل الغلاف ده في حته تكون ذهبي، فتختار انت اللون ذهبي او فضي او نحاسي. ما مش ساعات بتلاقي كتالوج او اعلان فيه الوان تكون اصلا الوان ميتاليك، بنجيبها عن طريق بانتون مكتوب عليها ميتاليك، تمام؟ باستل بقى مش عارف ايه سوليد ومش المهم. احنا في بانتون ثانيه مش عاوز ادخلكم فيها، الستاندر اللي احنا شغالين عليها، يعني خلينا ندوس كانسل كده. لو انت دخلت على الكالر لايبرري هتلاقيها اللي هي اسمها سوليد كوتد او سوليد ان كوتد، خلينا في الكوتد تمام كده. وايه بقى البانتون دي؟ شفت كميه تدريجه الالوان دي كلها موجودة عندك هنا بدرجة معينة، يعني أنا لو عاوز أدور على لون معين هبدأ أقول والله أنا عجبني اللون ده، فمجرد ما أدوس عليه سواء بقى كان بيك فيقول لي ماشي، يعني هاته بحب كده يعني أي حاجة، أو أقول له لا ثواني أنا عاوزه من الكتالوج، أنا عايز اللون الأحمر مثلا اللون ده، فأقول له أوكي
فيبدا يجيب لي اللون ده اهو، شايف اللون ده؟ وبقول لا خد بالك ده انا مش هقول لك هو كام سيان وكام ماجنتا، انت اخترته من البانتون. طب حاجه تانيه، انا عايز مثلا خد بالك مثلا انا لو هنا بتلاقي حاجه اسمها اد تو سويتشز. ايه السويتشز ديت؟ لو انت جيت هنا هتلاقي، خليني اغير لك مكان الصوره. طيب انا جبت نفسي شويه كده عشان انت تبدا تشوف الحته دي، لان الحته دي مهمه. انت لو جيت هنا في الويندوز هتلاقي في حاجه اسمها كولر اهيت، وفي الدبليو هتلاقي سويتشز ديت. طيب هتلاقي الجزء بتاع الكولر والجزء بتاع السويتشز ديت هي عباره عن جروبس كده، انا مجموعات الوان انا عاملها. فلو النهارده انا جيت وقلت اللون ده اللي كان عاجبني من البانتون ده، ورحت قايل له والله خليه كده في البيكر ده، انا عاوزه اد عاوز احطه هنا في السواتشز، فاقول له ابدا حطه لي في السواتشز، هيقول لي طب اد تو ماي كارنت لايبرري، فاقول له اه اوكي تمام. فهتلاقي هوب اللون جه هنا على جنب كده، ده معناه ايه؟ ان انا حفظته على جنب كده، اقدر طول ما انا شغال في الفوتوشوب سواء في الفايل ده ولا في غيره استخدم اللون ده للون ده كده، خلاص بقى من الالوان اللي انا بشتغل بيها. طب هنرميه كده في الحوار. طيب هو كده بدأ يحط اللون بتاعي على جنب. خليني هرجع اشرح لك السواتش ديت يعني بشكل اقوى شويه، بس عشان ما لفناكش خلينا نكمل. احنا قلنا هنا كده ان انا اللون بتاعي ده بختاره عن طريق البيكر، ان هو ابدا راح واخد اللون خاطفه كده بالبتاع اللي عامله زي اسمها القطاره دي، تمام، الاي دروبر ديت، وابدا اختار. انا بشتغل على طبعا ده اللون الكرنت وده اللون النيو، فبيقول لك والله انت كنت الاول، بص اهو بره الفور جراوند كان، الفور جراوند كان احمر، انت بتسلكت دلوقتي على اللون الاصفر، فده خد بالك انت كنت كده وبقيت كده. فلو قلنا اوكي، او كمان انا عاجبني اللون الاصفر ده فاقول له اد تو سواتشز هنا، فهيعمل كده تمام. طيب خلينا كمان نقول لك على حاجة جميلة بقى. لو أنا عندي لاير جديدة، لو أنا عندي لاير جديدة كده، خلينا ناخد المجموعة دي كلها بس نرميها على جنب عشان مش عاوزين دوشة. عندي مثلا هنا مربع كده، والمربع ده رحت ملونه بالأصفر بالأحمر مثلا. إيه ده؟ طب أنت عملت كده إزاي؟ بص بالراحة كده، لو أنا عامل سيلكت على أي لاير، ولو أنت عاوز تسلكت باللون ده وتعمل فيل فيها، عندك طريقتين. يا هتجيب من إيديت وتقول له فيل او شيفت اف 5، شيفت اف 5، فيقول لي ايه ده انت عاوز تعمل ايه؟ فاقول له انا عاوز اعمل فيل بس مش كونتنت اوير ديت، دي طبعا موضوع تاني. اقول له انا عاوزها الفور جراوند كولر، فيقول لي طب تمام الاوباستي كام في المية؟ اقول له لا ده انا عاوزها 100% فيل، خلاص يروح عامل لي فيل باللون اللي فوق. طب لو انا جيت لير تانية، او ان انا دوست الت ورحت الساحب ده على جنب كده وبالشيفت عشان ما يتهزش كده مني، وعملت لير تانية بس عاوز الونها باللون ده، هدوس برضو شيفت، هدوس بقى الت وشيفت وباك سبيس، يعمل فيل للون ده حتى من غير ما يبوظ لي بقيه الارضيه. تاني احنا قلنا لو انا عامل سيلكت كده، طول ما انا عامل سيلكت عاوز افل باللون ده اهوت مثلا الازرق، هدوس الت وباك سبيس، الت وباك سبيس كده انا بعمل سيلكت عليها. طب ده عشان انا بعمل فيل وانا عامل ايه؟ سيلكت، يعني انا جيت هنا وعملت سيلكت كده ودوست الت باك سبيس، هيعمل لي برضه سيلكت على الحته دي ويلونها لي، يعمل لي فيل ليها. طب لو انا ماسك لاير كده اهي، اللاير دي فيها جزء ملون والجزء الباقي ترانسبيرنت اهو، يعني بص كده الجزء ده ازرق اهو تمام، خلينا كده يعني تبقى الدنيا اوضح. اللاير دي ازرق وحواليها شفاف. طب لو انا دوست الت وباك سبيس وانا مش عامل سيلكت، لون اللاير كلها. طب ايه ده الكلام ده؟ لا انا عاوز اللي مرسوم بس هو يعني اللي احنا معمول له فيل هو اللي اتلون بس. هتضيف كمان شيفت مع الالت، يبقى الت وشيفت وباك سبيس بيلون اللون بتاعي. طبعا عشان نفس اللون هنختار مثلا لون تاني ونقول والله هنلون كده. طيب هو مفيش طريقة تانية من غير الالت والحاجات دي، يعني من غير الشيفت؟ اه بص لو انت عاوز تحافظ قول له لوك للجزء الشفاف. فبالتالي انا لو جيت ده ورحت مثلا
مختار اللون الاخضر وهقول له الت وباك سبيس. ايه ده؟ طب ليه ما لونش الجزء ده معايا؟ دوست الت بس، هو الت وباك سبيس مش المفروض بيلون كله؟ لا، ما هو هنا مش هيلون كله، لان انا قلت له اعمل لوك للاجزاء الترانسبيرنت. يعني هو بص بيقول لك اعمل لوك ترانسبيرنت بيكسلز، يعني اقفل على الاجزاء المعموله شفافه ما تخليش حاجه تلونها. لو شلت اللوك بتاع الترانسبيرنت بيكسل ديت كده، انا دوست الت وباك سبيس هيلون الدنيا كلها، بحافظ عليها عن طريق الت وشيفت وباك سبيس. طيب خلينا نقول والله مثلا عندك الوان جاهزه فوق اهيت، لو اخترنا الازرق فاقول له كده يلون، عاوز ده يلون بيه، سهله جدا. طب هو انا كده كل ده باخد الفور جراوند، طب انا عاوز اختار الباك جراوند كولر ده استخدمه، اعمل ايه بقى؟ مش هتدوس بقى الت، هتدوس كنترول باك سبيس. ايه ده؟ ده لون كله، مش احنا اتفقنا ان احنا لازم نعمل سيلكت عشان نعمل كنترول كده فيلون الجزء اللي انا عامل عليه سيلكت، او ان انا لو دوست كنترول شيفت، الشيفت هتخليه ما يعلمش على ما يغبيش على الصفحه كلها. يبقى انت كده فهمت ان بالالت هتاخد الفور جراوند، بالكنترول هتاخد الباك جراوند كولر، الشيفت بتخليك تعمل لوك للترانسبيرنت الجزء الشفاف ده ما يتلونش معاك. خلاص كده؟ يبقى النهارده لو عندي اي شكل، اي شكل كده جيت انا رسمت اهو بالسلكشن حتى اي شكل اهو، وعاوز افل اللون ده بايه؟ باللون مثلا الموف. طب يبقى انا كده هعمل كنترول شيفت ان دي لاير، احضر يعني راجع درس الليرات عشان تبقى معانا. هندوس الت، ما دام انا عامل سيلكت يبقى ادوس الت وباك سبيس بس. طب لو انا عاوزه بالاصفر كنترول باك سبيس. طب لو انا شلت السلكشن ده، يعني جبت حرف الام ومش ده سلكت اهو، دوست بره، يبقى انا كده شلت السلكشن خالص، هنيجي للسلكشن ده بعدين. وعاوز اعمل سلكت للموف ده، فهدوس كنترول الت شيفت باك سبيس، يبقى انا كده علمت عملت فيل باللون اللي فوق بس. لو عاوز كنترول وشيفت وباك سبيس يبقى اعمل فيل للون اللي تحت بس. خلاص كده؟ طيب هو انا يعني عشان ما تلفنش، ينفع اعمل دول ابدلهم بزرار كده ويبقى انا بس ايه الت وشيفت وخلص، ما يجي الموضوع كنترول ده سهله. انت لو دوست اكس بيعمل ايه؟ بيعمل نفس اللي بيعمله السهمين دول، او السهمين دول بيقول لك ممكن تبدل لي الالوان ده. فاكر لما كنا بنعمل الكروب كان فيه سهمين كده عاملين حول كده مخليين الطول عرض والعرض طول، اهو ده برضو بيروح عامل تبديل للون. فانا اقدر دلوقتي لو دوست بالكنترول شيفت سوري شيفت والت وباك سبيس هيلون الاصفر. طب لو دوست اكس هيعكس لي بقى الموف هو اللي فوق، شيفت والت وباك سبيس بقى بيلون لي اللون بتاعي. لو عاوز اخليه ازرق يبقى انا كده هلون باللي فوق، صح كده؟ شيفت والت اهو. طب لو انا جيت بالالت ورحت دايس على اللون الاحمر، فبص اللون الباك جراوند هو اللي بقى اصلا احمر. طب انا لو دوست اكس هطلعه هو اللي فوق والون بيه عادي خالص. يبقى انت كده فهمت الاكس بتبدل. بص هنا كده الاكس بتبدل ما بينهم، بتخلي الارضيه يبقى هو اللون اللي فوق، او اللون اللي فوق يبقى هو الارضيه. طب ولو انا عايزهم ابيض واسود، دي ده كان اول حاجه قلناها في الدرس بقى، اوعى تكون بتنسى. طيب ده كان جزء كده، واحنا عرفنا ان انا لو عاوز ابدا اعمل فيل فمن اديتس هتقول له عاوز اعمل فيل اللي هي شيفت واف 5. اف 5 دي اللي هي فوق خالص في الكيبورد، هتلاقي اف 1 2 3 4 بعد كده اف 5 6 7 8. الافات دي بقى دي الفانكشنز تول، دي الفانكشن كي دي بالساعات بنستخدمهم في كاختصارات. يعني بدل ما تدوس مثلا كنترول اس ممكن تدوس شيفت مثلا واف 5 وانت عامل سيلكت كده، فيروح اف 5 اهي شيفت واف 5 يقول لك انت عاوز تعمل ايه، فاقول له والله انا عاوز احط اللون بتاع الباك جراوند اللي هو الابيض او الفور جراوند او كلر معين. يقول لي ايه اللون؟ اقول له والله بص انا عاوز اللون مثلا 0 60 100 0. اقول له اوكي. ها اوكي. فيبدا بص انا ما جيتش خالص هنا، انا رحت لها من عن طريق يعني اديت وقلت لها فيل. فيبقى النهارده كده خدنا شويه حركات ما بين ال ازاي نعمل فيل، تمام كده، واتكلمنا على السواتشز ديت. فتعالى اقول لك على حاجه حلوه برضه. انا اولا ممكن اعمل فولدر وهنسميه اينو كولرز، واقدر اخد المجموعه الحلوه دي كده اشدها كده جواه
يبقى انا كده عندي اللون بتاعي. طب لو انا جيت هنا ورحت داخل في البانتون كلر ورحت مختار لون اللون الجميل ده وقلت له اوكي، اقدر من هنا اقدر اقول له وانا ماسك اللون البانتون ده، اقدر اقول له على علامة الزائد دي ضيف لون، فيقول لي ده اسمه ايه، فاقول له هاته زي ما هو كده، او عاوز سميه اينو بانتون كلر 1 مثلا اهوت، واد تو ماي كرنت لايبرري. في اللايبرري يعني شفت اللي ماسكها دي هيحطها لي فيها. فبص حطها مش بره بقى، لا ده ضافها في السواتشز كمان وفي اللايبرري اللي انا ماسكها اللي اسمها اينو كلر. اينو كلر دي والله عاوز تعمل لها يعني ممكن تعمل فولدر جديد اهو اسمه مثلا اينو 2، ممكن اصلا اضيف فيه الوان او اصلا ممكن امسحه يعني فاهم، ممكن تعمل ديليت كده فيمسح المجموعه دي. يبقى انت كده والله مثلا عندك شركات فتقدر ان انت تحفظ الالوان بتاعه الشركات دي، والله تقول مثلا دي شركه كذا تروح كاتب حط الوانها هنا، شركه كذا حط الوانها هنا. يبقى انت التعب بتتعبه امتى؟ مره واحده بس. تمام، اللي بينظم بيستريح كتير جدا قدام، فبيبقى الموضوع بالنسبه له احسن. طيب فاكرين احنا هنا جينا في اللاير وجينا في البانل ديت وقلنا البانل اوبشن ان احنا نغير الثامب نيل سايز ديت. طب هو انا عاوز اغير الحته دي في حاجه زي كده؟ اه هو بيقول لك انت عاوزه كده فيبقى حاجه صغيره جدا، ولا سمول ولا لارج فيبص بيكبر لك اللون، ولا لارج ليست او سمول ليست. ايه لارج ليست دي؟ لسته اهي لسته كده فيقول لك اسمه كذا. حط بص دي كان اسمها سواتش 1 2 دي اينو بانتون كلر 1، او ان انا اقول له لا كبر لي شويه مش شايف فيقول لي خلاص اهو يلا لارج. ابص بيكبر لي الفونت كده ويكبر لي المربعات، فابدا ان انا اشوف الدنيا. فدي احنا عرفنا كده استخدامات الاي دروبر. طيب النهارده لو انا مثلا راجل برسم مثلا وجيت ان انا برسم باللون الاخضر ده اهو، رسمت مثلا بيه المكان ده كده مثلا اهو انا برسم كده، وجيت والله عاوز اختار اللون الاصفر ده وانا ماسك البرش، هتدوس الت وتدوس على الاصفر ده كده او مثلا اللون البرتقالي ده وتبدا تلون بيه كده اهوت اهوت خلاص، تدوس على الالت وتبدا تختار الاخضر تاني وتبدا تلون الجزء اللي انت عاوز تلونه. انا بعمل اي كلام يعني مش برسم حتى، ده اي كلام كده. فوالله جيت كده دوست الت ورحت، يعني الالت بيعمل ايه؟ بيخليك وانت دايس على البراش اللي هو بترسم بيها اهيت، لو دوست الت يحولها لك اي دروبر، فتبدا تاخد اللون اللي يعجبك وتبدا تروح هنا مثلا تبدا ترسم بيه مثلا اي رسمه انت عايزها، تعمل اللي انت عايزه والله، تروح مثلا تختار لون بني مثلا وليكن، وتبدا ان انت ترسم بيه الدنيا زي ما انت عايز براحتك، او ترسم الفروع ديت هي اللي تبقى مثلا بني على الشجره ديت، شجره عجيبه جدا الشجره اللي احنا رسمناها دي. خلاص عاوز تخلي الارض تكون سودة تكون ارض خضراء زي ما انت عاوز ارسم، ولكن زي ما قلت لك انا لو عاوز اختار اي لون من الالوان دي وانا شغال بالبرش برسم هدوس على الالت بيختار لي اللون اللي انا اخترته هناك اهو، بص بكل سهوله اروح اختار من اي لون. يعني انا ممكن اكون عندي من على النت مثلا جايب بانتو كلر على جنب كده مجموعه الوان انا مفضلها واختار منها وابدا ارسم، اختار منها وابدا ارسم، اختار منها وابدا ارسم، فتبقى حاجه حلوه جدا وسهله. بس يعني دي كانت اساسيات في الالوان، قلنا ندردش مع بعضنا فيها كده نفهمكم يعني ايه البانتون كلر ويعني ايه الالوان واساسياتها، ازاي ابدا ان انا اعمل فيل لاي لون. تمام، هنبدا بعد كده نتكلم في حاجات ادفانسد اكتر واكتر، ولكن انا بطلعك السلم ايه خطوه بخطوه، ولكن خطوه انت واثق جدا فيها ومش هتتهز فيها تاني ابدا. وزي ما قلت لك لو كملت معاه الكورس ده ان شاء الله يا رب هتبقى فعلا زي ما احنا قلنا من البدايه حتى الاحتراف. فلو لسه مكمل معايا الدرس لغايه اللقطه اللي احنا بنتكلم فيها ديت، فبجد برافو عليك جدا واشكرك، لان انت شكلك عاوز تبقى حد بروفيشنال فعلا. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله من كل قلبي. ما تنسونيش بقى في اللايك وشير والكومنتات الحلوه بتاعتكم، ولو انت مش عامل اشتراك هتجيبني تاني ازاي؟ اعمل اشتراك، دوس على زرار الاشتراك. في فيديو انا لسه منزله عن ازاي تستفاد من القناه باحسن طريقه، يا ريت كلكم تشوفوه، عشان سواء كانت القناه بتاعتي او اي قناه تانية لما تخش فيها ازاي تعرف تاخد الحاجات بالترتيب منها وتتفرج على
اي بلاي ليست او دروس بالترتيب او بتنظيم، فازاي تحصل على التنظيم اللي القناه دي عاملاه، هتلاقي فيه فيديو اسمه ازاي تستفيد من القناه بشكل كويس جدا. فان شاء الله لما تتفرج عليه اكيد انت كمان هتلاقي الدنيا بقت منظمه قوي بالنسبه لك في الصفحه عندنا او في اليوتيوب يعني بالذات في القناه. فاتمنى لكم التوفيق واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.